انا متواجده باش نفرح مع مصطفى ومع العروسه ايه، الله يكمل عليهم بالخير. وجيت باش نفرح معاهم ونرقص معاهم ونغني معاهم ونشط معاهم، ثم عندهم الحق باش نشطوا ونفرحوا معاهم، وثم يبغوا يفرحوا يكونوا اليوم رقعه جميله وفنانين وفنانات. بالعكس هذا يفرحني ويشرفني، انا فرحانه. الحب ديال الناس للفنانه نور كيحبوني وكنحبهم، واللهم لك الحمد هذا يشرفني، لانه من اقدم الفنانات في الاستعراض، راه معروفه رقصه المغرب الاولى هي نور. بالعكس هذا يشرفني، والناس كيبغوني يشوفوني في اعراسات حفلات ومهرجانات عالميين. شفتوني يلا جيت من ميلانو، كنت في اسبوع الموضه وكتشوفوني الحمد لله اقبال جديد، وترقبوني هذا الاسبوع في واحد الدوله جميله، غتشوفوا نور ضيفه ان شاء الله في شي حاجه جميله. السبب ديال تواجدي هنايا بحال كاع الناس اللي متواجدين، فانا جيت باش نفرح معاهم ونقول لهم الله يكمل بالخير ما يشاكوش البارك مسعود، وهذه مديره طيبه. جيت فرحانه بزاف وجيت سعيده انني حاضره اليوم في العرس ديال اكشوان اكنوار، والله يكمل عليهم بخير والله يوفقهم الخير ان شاء الله، والعبوده الدريه الصالحه الله يكمل عليهم. كنبغي نشكر اول حاجه جوات قنانه، ما نقدرش نخسر لي هذه بعدا، الفضل كيرجع ليه، وشرف لي نحضر في هذه المبادره الزوينه، وكنبغي نقول الله يسهل عليهم ونتمنى لهم التوفيق يا ربي في حياتهم الشخصيه والمهنيه وكل شيء، وضروري ضروري غندير شي حاجه، ضروري ضروري شويه.